بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. بداية أحب أن أوجه رسالة وتحية إلى هذه الوجهة الطيبة واللحية الكريمة التي تنادت لمصلحة الكويت ولأجل الكويت ولأجل دستور الكويت. واسمحوا لي أن أعرج على أخوي عبد الرحمن العنجري وأقول له ألف شكر على هذه الكلمات اللي وجهتها لوالد الجميع، ونؤيد فيها كلمة كلمة. احنا نجتمع اليوم لأننا أحرار البلد ورجال البلد، ولا عندنا شيء نخاف منه، ولأننا لما أقسمنا القسم لازم نبر فيه بالصدق والأمانة مع من أوصلنا إلى هذه الكراسي. والله ما هي أكبر همنا ولا همنا مجلس الأمة، لكن يعز بأنفسنا أن نتعدى على ثوابتنا وعلى دستورنا وعلى هذه الوثيقة اللي لما كان سنة 1990 كانت هي صمام الأمام بعد الله سبحانه وتعالى، وكان هناك التعهد الكامل من أسرة الخير. نقف هذا الموقف ونقول هذا الكلام لأننا نحن من يحب أسرة الخير، نحن من نحافظ على أسرة صباح، محبة من القلب وليست محبة تبيض على المصالح والملايين. نقول هذا الكلام لأن نعتقد أن الدستور خط أحمر، نعم خط أحمر، لأن صمام الأمام. الربيع العربي لما جال وصار على بعض الدول وحلف بعض الأنظمة لأنها لديها دساتير، لكن دساتير هي عبارة عن حبر على ورق لا تنفذ. لكن بدولة الكويت لله الحمد لدينا دستور ومؤسسات ودولة قانون، وأيضا رجال وأحرار تحترم هذا الدستور وتحترم هذا القانون. أنا أتذكر كلمة أخوي مسلم البراك سنة 2000 لما قال إذا كان أصواتنا خفت تعرفون المشترون. وأنا أقول لكم اليوم احنا كنواب اللي حاضرين هنا والنواب الاحرار الشرفاء اللي وقفوا واشتروا الشعب الكويتي، ما اشتروا الملايين، اصواتنا عاليه بالحق لانه ما عندنا شيء نخجل منه لا في ظهورنا ولا امامنا، وصفحاتنا بيد الله الحمد. ونقول لناصر محمد يا شيخ ناصر انت اتهمت من الزملاء بانك انت الراشي، احترم هذه الاداه وبري ساعتك واصعد اصعد ناصر. وإذا كنت ضيف قسما بالله أول من يقف معك إحنا اللي قاعدين نير، لأننا نبحث عن الحق ما نبحث عن الانتقام. بل ساحتك بل موقفك، واتهمت بشكل صريح ومباشر من النواب، وقدمت لي استجوابات احتراما لكلمة صاحب السمو لما جينا صاحب السمو ونقلنا رسالته بكل أمانة وكل صدق. قالوا استخدم أدواتكم الدستورية، إحنا استخدمناها بكل رغي أن تهمش هذه الأداة وتهمش ويهمش الدستور راي ناس عليه من قبل القبيضه وحكومه ناصر محمد. احنا نقول ناصر محمد ووزرائه والنواب هم مسؤولين مسؤوليه سياسيه كامله في هذه الجريمه اللي قاعد تتاكل حق الدستور اليوم. في عهد ناصر محمد ماذا حدث؟ ضربت الوحده الوطنيه وفرط الشعب الكويتي اللي لما كان 1990 الدماء كلها اختلطت، ما عرفنا بدوي ولا احضري ولا سني ولا شيعي الا في عهد ناصر محمد. عهد عبد الله السالم ما شفناه رحمة الله عليه، وعهد المرحوم جابر الأحمد ما شفناه لما كان رئيس وزراء، وعهد شيخ سعد عبد الله رحمة الله عليه ما شفناه، وعهد حضرة صاحب السمو اللي حكومات طويلة ما ظهر بعهده لا ظهر وحدة وطنية ولا ظهر قبيضة ولا ظهر فساد ولا ظهر ضرب الوحدة الوطنية. إذا كان في سوريا شبيحة وفي مصر بلطجية وفي الكويت قبيضة، احنا قفناهم، اصبح لدينا قبيضة وشبيحة وبلطجية وضرب الكرامة الشعب الكويتي. احنا نقول رسالتنا الى والد الجميع يا صاحب السمو، والله ان الافداك بارواحنا ودمائنا كل اهل الكويت من صغير ولا كبير، ونفدي اسرة الخير لما كان ميدان الرجال عيالكم سالوا دماءهم كلهم لاجل الكويت ومحبه لهذه الاسره الى اياديها الرضا ما هي ملطخه بالدم. نقول هذا الكلام لان نحافظ على بلدنا، لا نريد ان يحدث في بلدنا اي شيء. الان احنا نتحكم ببعض الاخوه وبعض الشباب، بكره ما نتحكم ولا نعرف الامور اين تسير. يا صاحب السمو، هذه الحكومه ارتكبت من الاخطاء الكبيره جدا واخرها الدوس على الدستور اللي هو الوثيقة اللي نحترمها كشعب بيننا وبينكم يا صاحب الخير.
فيا صاحب السمو الشعب يحبك ويحب اسمة الخير ويدين المحبة والولاء. كفى لهذا الفساد من ناصر محمد وحكومته. وأنا الأمان أن الشعب الكويتي اللي يعطيكم كل هذه المحبة وكل هذا الولاء أن يختار له رئيس جديد من أبناء الأسرة. ما طلبنا تلك المطالب إلا المحافظة على بلدنا وعلى مصلحة الكويت. تحضرني بعض الأبيات وهي لصاحب السمو الأمير عبد الرحمن المساعد، واسمحوا لي لقيرنا فيها بعض الشيء. يقول: احترامي للخبيث صاحب المجد العصامي، صبر محنك وحيطه، وابتدى بسرقة بسيطة وبعدها سرقة بسيطة وبعدها تعدى محيطه وصار بالصف الأمامي. هذا الخبيث. احترامي للخبيث صاحب النفس الضعيفة والدنيئة والرزيلة، صاحب اليد النظيفة جابها الثروة المخيفة من معاشه والوظيفة. احترامي للخبير يولي تطبيق النظام أولوية واهتمام، ما يقرب للحرام إلا في جنح الظلام، يسرق بهمة دؤوبة يقدح ويمنى جيوبة، يعرق ويرجي المثوبة قوات عين بعيد، ما يخاف من العقوبة. احترامي للخبير زمن. واحنا نقول يا احرار ويا اهل الكويت، حزنت ان يكون اشباه الرجال يقودون مجلس الامه ويحافظون على دستورنا يحميه الرجال، ودائما الرجال لها مواقف. اليوم ابناء الكويت يسطرون هذا الموقف في المقاومه وصفهم النواب ومن حضر هذه الساحه للمحافظه على الدستور اللي تلدينا له واللي هو صمام الامان. فبالتالي اعتقد دور كبير والطريق ايضا طويل للمحافظه على الدستور. فاسال الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع وان يحترم الشعب الكويتي برئيس جديد ونهج جديد ومجلس جديد. شكرا لكم.